في منطقة يشهد تاريخها بالصمود أمام الكوارث الطبيعية، كان زلزال يان الصينية أحد أكثرها عنفاً خلال السنوات الأخيرة، حينما تسبب في طمس معالم قرية كاملة في أقل من دقيقة. فما القصة؟ في صبيحة 20 من شهر أبريل للعام 2013، ضرب زلزال كبير جنوب غرب الصين شعر به نحو 2 مليون شخص. انتشرت الفوضى في مقاطعتي سيتشوان ويونان وبلدية تشونغ تشينغ المجاورة، وبدأ الناس يهرعون من المباني إلى الطرقات في محاولات للنجاة. خلال الزلزال الذي استمر دقيقة، انهارت جميع المباني في قرية لونغمان، وتضرر ما يقرب من 10,000 منزل في أنحاء محافظة لوشان، كما قطعت الطرق وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الاتصالات في غضون ساعات قليلة. حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 6.6 درجات، وقام مركز شبكات زلزال الصين بقياسها عند 7 درجات، فيما رصد مركز الزلزال في منطقة لوشان في مدينة يان التي تعد موطناً للباندا العملاقة الشهيرة في البلاد. بتوجيه من السلطات، تدفق الآلاف من عمال الطوارئ والعساكر إلى المناطق المتضررة، وأوقفت الرحلات في مطار تشينغدو لفترة وجيزة، كما علقت عمليات نقل السكك الحديدية عالية السرعة. بحلول الليل، كانت تجمعات من الخيام تنتشر على طول الأرصفة وفي الحدائق ومحطات الحافلات، فيما أزعجت الهزات الارتدادية التي استمرت لنحو 24 ساعة سكان المنطقة المنكوبة. امتدت أثار الزلزال لتشمل 111 مقاطعة في 18 محافظة، وتسبب في تدمير أو انهيار أكثر من 250,000 منزل. تسببت الكارثة بمقتل 192 شخصاً، فيما تم الإبلاغ عن 23 آخرين في عداد المفقودين، وأكثر من 11,000 مصاب في كارثة اعتبرت من الأكثر عنفاً بعد زلزال سيشوان للعام 2008.